المناقشة العامة بإعطاء الكلمة للسيد الرئيس مصطفى الإبراهيمي عن فريق العدالة والتنمية. تفضل تفضل السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. نسجل داخل فريق الأصل والمعاصر أن الفريق أبدى مجموعة من التحفظات عن التجاوزات اللي عرفتها قانون المالية المعدل في جميع أطواري من خلال نقطة نظام دارها السيد رئيس الفريق داخل لجنة المالية، وكذلك من خلال المناقشة العامة عبرنا عن مجموعة ديال التحفظات سواء في إعداد المشروع القانون، سواء في التقديم ديالو داخل اللجنة داخل الجلسة المشتركة، سواء في الوثائق المرفوقة، وكذلك الدراسة والتصويت. إلا أننا نلاحظ أن ملخص التقرير لم يتضمن موقف فريق الأصالة والمعاصرة. شكرا شكرا. السيدة النائبة، نخليو السيدة النائبة. السيدة النائبة، السيدة النائبة، من فضلك نخليو السيد النائب ينهي نقطة نظام. لا، فهو يعتبرها. السيد نائب، باختصار من فضلك، باختصار. سيد الرئيس، حنا كنطلبوا بحقنا يتضمن كلامنا في التقرير وفي ملخص التقرير، هذا حق. شكرا سيد النائب، شكرا. تفضل سيد الرئيس. شكرا. انطلقوا من فضلكم، انطلقوا، راه عندنا يوم عمل شاق جدا. لا، ولهذا نحترموا بعضنا البعض. تفضل سيد الرئيس. غادي يكون سيد الرئيس سهل. غادي يكون سهل ان شاء الله. سيد الرئيس، انا اذكر سيد الرئيس بالفعل اتصل بي السيد النائب واتصلوا بي النواب اخرين بعدما اطلعوا على التقرير، وكتعرفوا الظرفيه اللي اشتغلنا فيها، فبالفعل كاينه عده نواقص في التقرير واكدوا على ثلاثه منها. الاولى هو انه بالفعل نقاط النظام اللي كانت في البدايه غير مضمنه في التقرير. ثانيا ان التقرير غفل جزءا كبيرا من تدخلات السيدات والساده النواب من الاغلبيه. ثالثا سيد النائب، نستمعوا لبعضنا البعض، من فضلكم. ثالثا ورود بعض المصطلحات في التقرير التي لا تنسجم مع العمل البرلماني. كل هذا يعني قدمته كملاحظات للسيده المقرره هذا الصباح، وستاخذ بعين الاعتبار، ستراجع التقرير ان شاء الله لكي يكون في المستوى ديال دائما اللجنه. شكرا. شكرا سيد الرئيس. كل هذه النواقص ستعالج في الصيغه النهائيه للتقرير. سي المهجري، السيده المقرره، انت راه دافعنا عليك، ماشي ضروري بكل صدق، الا اذا يعني كان اصرار منك خذي الكلمه، الا اذا كان اصرار. دابا السيد الرئيس ديال اللجنه سجل بان هناك عده نواقص. انا نطلب منكم باسم الزميلات والزملاء كلهم المعالجه ديال كل هذه النواقص. تفضلي. غير تكملة لما جاء به السيد الرئيس، فعلا ذكرني بمجموعة من النواقص وقد تداركتها عند تلاوة ذاك التقرير، وحيث جعلتنا يكون واحد التوازن بين ما تقدم به فرق الأغلبية وفرق المراعدة من منوهين ومعارضين. خلينا كمليني. سيدات النائبات، من فضلكم. السيدة النائبة، أنا اللي ننهي ماشي أنت. تفضلي. دابا المشكل، دابا السيد رئيس اللجنة سجل بأن هناك نواقص، المشكل انتهى، وستتم معالجة كل هذه النواقص، ولهذا ما نجعلوش من هذه النقطة اللي هي
شكليه مصدريه رغم اهميتها، ان ننطلقوا بالاستماع الى السيد الرئيس الذي سيتدخل باسم فريق العداله والتنميه. لكم الكلمه سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. غير بدايه كاين السيد الرئيس واحد قبل ما يبدا التوقيت، غير بين فرق الاغلبيه احنا ان شاء الله غندخلوا في ظرف واحد 44 ولا 45 دقيقه وثلاثه ديال الدقائق ستكون سي مبديع رئيس فريق. نعم نعم، شكرا على كرمك. العفو سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بداية أريد أن أتقدم بالشكر للسيد وزير المالية وكذلك السيد وزير الدولة العلاقة مع البرلمان لحضورهم هذه الجلسة. فيشرفني سيد الرئيس أن أتناول السيدات والسادة النواب المحترمون أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية لمناقشة مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 بعد 30 سنة من آخر قانون مالية معدل عرفه المغرب، وأول قانون تعديلي بعد صدور دستور 2011 وكذلك القانون التنظيمي 130/13. فإذا كانت القوانين التعديلية تقضي بتكييف توقعات الأصلية مع تغيير الظرفية الاقتصادية أو السياسية ونتيجة متغيرات وظروف طارئة لم تكن متوقعة لدى أي حكومة، فإن السياق الذي فرض هذا التعديل هو استثناء بجميع المقاييس، حيث جاء نتيجة لتفشي جائحة وبائية ضربت جميع بلدان العالم ومن بينها المغرب، وخلفت آثار وتداعيات كارثية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. نناقش في فريق العدالة والتنمية مشروع قانون المالية المعدل بحس وإجماع وطني، ومن بين تجلياته انفتاح الحكومة على مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والإنصات لآرائهم ومقترحاتهم بشأن إنعاش الاقتصاد الوطني ومحاولة إيجاد الحلول القمينة بتجاوز تداعيات جائحة كورونا. فالأحزاب والنقابات الوطنية قدمت مذكراتها ومقترحاتها، كما تم الاستماع للعشرات من الهيئات المهنية والمدنية لتقييم الأضرار والخسائر التي تعرضت لها وتجميع مطالبها ومقترحاتها حتى يكون هذا المشروع الذي بين أيدينا له النجاعة الكافية والفعالية القادرة على التخفيف من الآثار السلبية للجائحة وضخ آمال جديدة وحلول موضوعية لإنقاذ النسيج المجتمعي، خاصة ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية ومحاربة الهشاشة ودعم صمود المقاولة الوطنية وتقوية تنافسيتها والحفاظ على استقرار سوق الشغل وإعطاء انطلاقة فعلية للاقتصاد الوطني بالرغم من التراجع الكبير الذي يعرفه الاقتصاد العالمي والإقليمي. والسؤال الأول الذي يجب أن نطرحه بهذه المناسبة هو: هل نجح المغرب في اجتياز المرحلة الأولى من الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا؟ الإجابة لو أجرينا استفتاء شعبيا الكل يجمع على الجواب نعم، والعبرة بالنتائج، خاصة بعد التحكم في الوضع الوبائي، سواء تعلق الأمر بعدد الإصابات أو الحالات الاستشفاء أو حالات الحرجة والوفيات. مقارنة المغرب لحد الساعة سجل ما يزيد عن 15,000 حالة، اللي كنقارنوه مع أوروبا ما بين 170,000 حتى 300,000 حالة إصابة، الولايات المتحدة 3 مليون. اللي كنتكلموا على الإنعاش، عندنا 31 مريض الآن سواء في الوقاية المركزة أو مصالح الإنعاش. اللي كنتكلموا على الوفيات، لدينا وللأسف 250 وفاة، بالمقارنة مع أوروبا ما بين 30,000 حتى 50,000 وفاة لكل دولة، و 133,000 في الولايات المتحدة الأمريكية. نسبة الممات في المغرب 1.6 ونسبة المتعافين 78%. فلا مجال للمقارنة مع المغرب ودول أكثر منه غنى ولديها أنظمة صحية تتجاوز بكثير الإمكانات التي توفر عليها المغرب. بفضل ماذا وصلنا لهذه النتائج؟ بعد فضل الله عز وجل والمنة والحمد له،
بفضل الرؤية الاستباقية الناجحة الناجعة لصاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله وقراراته الحكيمة وتوجيهاته الرشيدة والتي أعطت الأولوية لصحة المواطنين قبل كل اعتبار، بفضل عمل مؤسسات الدولة المدنية منها والعسكرية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. أولاً المؤسسة البرلمانية ومواكبتها اليومية بالتشريع والتقييم والمراقبة لتوفير الإطار القانوني اللازم لتدبير ومعالجة هذه الجائحة، وكذلك للتعريف والمرافعة حول التدابير الحكومية والمساهمة في معالجة الإشكاليات الميدانية المرتبطة بها وتقييمها وتقويمها من خلال الجلسات الشهرية الرقابية مع رئيس الحكومة أو الجلسات المساءلة الأسبوعية لجميع القطاعات الوزارية أو من خلال اللجان الدائمة، على خلاف ما يروجه البعض من تبخيس وافتراءات وإشاعات كاذبة ومغرضة تفندها وتدحضها الوقائع والإحصائيات ومساهمات ممثل الأمة في إخراج العديد من المبادرات والأخذ بالعشرات من الحلول والمقترحات. بفضل الحكومة وعملها الدؤوب لتجاوز تداعيات الجائحة خدمة للوطن وللمواطنين، والشاهد على ذلك الكم الهائل من التدابير والقرارات التي تتم أو تم اتخاذها على ضوء التوجيهات الملكية من خلال صندوق مكافحة كوفيد 19 الذي عبئت له 33 مليار درهم لرعاية المصابين والتخفيف من آثار الجائحة الاجتماعية وتداعياتها الاقتصادية، منها 18 مليار صرفت كالآتي: جوج لقطاع الصحة، و16 مليار صرفت ل 900 ألف من الأجراء المتوقفين مؤقتا العمل بواسطة السينيسيس. كاين بعض الإخوان حتى في التدخلات كيقول لك راه غير بعض القطاعات اللي اشتغلت والبعض الآخر لم يشتغل، وقال لك راه كيشتغلوا في الليل مع الفيسبوك. ها الأرقام وها هي القطاعات، فلماذا نفرق بين هذا وذاك؟ فالحكومة كلها اجتمعت برئاسة رئيسها وقدمت الكثير كحلول لهذه الجائحة، ومنها ضمان الحد الأدنى للدخل لفائدة 5.5 ملايين من الأسر العاملة في القطاع الغير مهيكل، والاهتمام بوضعية الفئات الهشة لنظام الراميد، و7 مليارات أخرى الآن هي ملتزم بها، 17 مليار درهم لضمان أكسجين لتمويل ما يفوق 45 ألف مقاولة خاصة الصغيرة جدا، وتسريع أداء المستحقات من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لهذه المقاولات مع تعليق التحملات الاجتماعية وتعويض الأجراء وتأجيل القروض، بالإضافة إلى ضمان تمويل الأسواق بالحاجيات الأساسية لعيش المواطنين من مواد غذائية وغاز البوتان. لم يعرف المغرب لا أزمة خبز ولا غيرها من الحاجية الضرورية لعيش المواطنين كما وقع بالعديد من الدول، بل هناك من انهارت عملتهم، والمغرب الحمد لله لحد الآن يدبر جيدا هذه الأزمة. وبهذه المناسبة نشيد بمختلف الفاعلين العاملين في الصفوف الأمامية من نساء ورجال الصحة والتعليم والسلطات المحلية وجميع القوات الأمنية العسكرية منها والمدنية، وكذلك عمال وعاملات النظافة والمهنيين والفلاحين والتجار والمستخدمين المؤسسات البنكية وغيرهم من الساهرين على تأمين الخدمات الضرورية وتزويد المواطنين بحاجياتهم اليومية. من قام بتنزيل هذه الإجراءات؟ أليست الحكومة؟ بفضل أيضا الجماعات الترابية وانخراطها في المجهود التضامني الوطني بتعاون مع مختلف السلطات العمومية والترابية والمؤسسات الصحية من خلال أدوارها في مجال حفظ الصحة والنظافة وضمان استمرارية مختلف خدمات القرب والمرافق العمومية في عز الأزمة، فضلاً عن دورها المقدر في إسناد المجهود العمومي في تعبئة الدعم الاجتماعي لفائدة الفئات والأسر المتضررة من الجائحة. ولذلك ندعو إلى عدم المساس باختصاص هذه الجماعات، ومن ذلك عدم تعطيل انعقاد دوراتها أو تجميد اختصاصاتها الدستورية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المؤطرة لها بدوريات ومناشير لأسباب غير مفهومة، ومنها الدورية الأخيرة لوزير الداخلية التي تمس مباشرة بالمبدأ الدستوري المتعلق بالتدبير الحر، بحيث كان من الأليق الدعوة إلى دورات استثنائية للمجالس للمصادقة على ميزانياتها التعديلية، آخذة بعين الاعتبار الظرفية الحالية من حيث تقليص المداخيل ومراجعة الأولويات والبرامج، خاصة وأننا على مرمى حجر من استحقاقات ديمقراطية ستكون فيها الكلمة الأولى والأخيرة للمواطن،
بل وندعو الحكومة إلى الحرص على تنزيل ما تبقى من التزاماتها تجاه هذه الجماعات. وما دامت المناسبة شرط، نتمن عاليا القرار الوطني للسيد رئيس الحكومة بالانفتاح والتشاور مع مجموع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، أغلبية ومعارضة، فيما يتعلق بتدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي، وذلك بمنطق التعاون والحاجة إلى تعزيز أدوارهم الدستورية ومكانتهم في الاقتراح والتأطير والوساطة. وهنا نؤكد على رفض كل خطاب عدمي تيئيسي يمس بالاختيار الديمقراطي باعتباره ثابتا دستوريا ويضر بوظيفة الأحزاب السياسية ومختلف مؤسسات الوساطة. ونقول إن المغرب قوي بمؤسساته، ولن يقبل أي مغربي حر التضحية بما تمت مراكمته، خاصة بعد دستور 2011، وإننا عازمون على المضي قدما للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات المقبلة، حتى نقول للعالم أنه رغم الجائحة وإكراهات الظرفية، فإن المغرب والمغاربة أقوياء بتضامنهم وثقتهم في مؤسساتهم ورغبتهم في غد أفضل. وهنا نلخص ملاحظاتنا لهذا الاستهداف الممنهج والمتكرر لهؤلاء المشوشين كلما دانت وقربت الاستحقاقات الدستورية. في سي احمد واحد الكاس ديال الماء الله يخليك، إلساق جميع الكبوات والإخفاقات بالحكومة وإعطاء وتنسيب النجاحات لغيرها، استهداف العمل السياسي والحزبي واشترار بعض الأطراف والأوساط الدعوة إلى حكومة التقنقراط وحل الأحزاب، بل دعوة هذه الأحزاب إلى إسناد الحكومة ذات الكفاءات العالية التي يتوقون إلى إقامتها على أنقاض الاختيار الديمقراطي. هؤلاء الذي يدعون إلى حكومة التقنقراط أو حكومة ائتلاف، هل هذا معقول أمام حكومة قادت هذه الأزمة بنجاح مقدر بشهادة الخارج، أم يؤسسون لمنطق آخر خارج الاختيار الديمقراطي؟ وإذ ننوه بدور ونساء أيضا رجال الإعلام النزهاء والصحافة الحرة نظير التعبئة القوية والمواطنة لكل المشهد الإعلامي والصحافي الوطني من قنوات وإذاعات الخاصة والعمومية على إسهامها الإيجابي في الإخبار والتوعية والتحسيس والتثقيف وتأطير الرأي العام بأضرار الجائحة وتداعياتها ودحضها للأخبار الزائفة. لكننا نضع علامات استفهام كبيرة حول ما الذي يقف وراء بعض وسائل الإعلام المأجورة التي يوفر لها دعم غير مسبوق لاستهداف سمعة وصورة المغرب أو لخلق رأي عام ضد الحكومة أو الأحزاب السياسية أو المؤسسات المنتخبة. تحقق هذا النجاح بفضل الوضع الوعي العالي والمسؤولية وثقة المواطنين والمواطنات والتزامهم بقرارات السلطات الصحية والعمومية في الأخذ بكافة التدابير التباعد الاجتماعي والنظافة وارتداء الكمامات والدعوة إلى مزيد من التعبئة واليقظة إلى حين القضاء على الجائحة وتجاوز تداعيتها. هذه النجاحات تحققت بفضل الثقة، إن إشادتنا هذه بمختلف مؤسسات دستورية ومجموع الفاعلين والمتدخلين في مواجهة هذه الجائحة إنما جاء للتأكيد على أن المغاربة كسبوا رهانا كبيرا كانوا إلى وقت قريب يبحثون عن مكان الله بينهم، ألا وهو عنصر الثقة. الثقة بين أفراد المجتمع، الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، الثقة بين المجتمع وجمعيات المجتمع المدني، الثقة بين المجتمع وبعض الأحزاب السياسية. وبهذا الشأن يتذكر الجميع خطاب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي حث فيه على ضرورة توطيد الثقة والمكتسبات لكونها أساس النجاح وشرط تحقيق الطموح، ثقة المواطنين فيما بينهم وفي المؤسسات الوطنية التي تجمعهم والإيمان في مستقبل أفضل. انتهى خطاب جلالة الملك خطاب العرش 29 يوليو 2019. الثقة في الفعل السياسي وفي الفاعل السياسي يجب أن تكون مقرونة بالمصداقية وبالمسؤولية. نظافة اليد، عدم الدفاع عن اللوبيات وجشعها،
محاربة الفساد، العمل بتفان لإيجاد الحلول الممكنة، ومصارحة المواطنين حتى بالحلول القاسية في الظروف الاستثنائية. ولذا وجب علينا جميعا المحافظة على هذه الثقة، لأنه لا يمكن لأي نموذج تنموي أن يكون ناجحا إلا بتعزيز الثقة في مجموع المؤسسات المملكة وفي العملية السياسية، وبتعزيز المناخ السياسي الحر وترسيخ الاختيار الديمقراطي كخيار دستوري ثابت، وتعزيز مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والمشاركة المواطنة ومعالجة أسباب العزوف عن المشاركة السياسية وتوفير شروط التنمية العادلة. وفي هذا الإطار يجب أن نشيد بما قامت به مؤخراً الحكومة مشكورة من خلال لجنة اليقظة، التي أصدرت بلاغاً جديداً يقضي بصرف الدفعة الثالثة من الدعم الموجه للأسر العاملة بالقطاع غير مهيكل ابتداء من 18 يوليوز. شكراً لكم. السيد الرئيس، السيد الوزير، الوزيران المحترمان، السيدات، السادة النواب المحترمين، على خلاف ما عرفته العديد من دول العالم وحتى الغنية منها، فإن إيماننا الدائم بالعبقرية المغربية وبإمكان المغربي تؤكد مرة أخرى بنجاح مؤسساتنا في تدبير الجائحة للحد من تداعيات الاقتصادية والمالية. فلم تنهار مؤسساتنا الصحية ولم تتأثر احتياطاتنا الحيوية بشكل كبير، وذلك بألطاف الله وفضله والمجهود المتراكم لسنوات عدة أكدت صمود اقتصادنا الوطني بفعل الإصلاحات والجهود المبذولة لتطوير وتنويع نسيجنا الاقتصادي وتنفيذ وتسريع مجموع الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع المهيكلة الكبرى، بالرغم مما يعرفه المغرب من سنة فلاحية صعبة وما يعرفه العالم والشركاء الاقتصاديين المغرب من أسوأ أزمة اقتصادية لم يسبق لها نذير. وفي هذا الصدد فإن البرلمان المغربي إذ رخص للحكومة من خلال القانون الذي يسمح لكم بالرفع من التمويل الخارجي نتمن ما قمتم به من تدابير للحفاظ على احتياط البلاد من العملة الصعبة على مستوى يضمن تغطية أكثر من 6 أشهر من الواردات من خلال تعبئة 4.5 مليار دولار. إعادة الحياة للدورة الاقتصادية الوطنية بعد استقرار الوضعية الصحية بإرساء خطة إنعاش اقتصادي والمصادقة على مشروع القانون المالية لتنزيل ما تبقى من البرنامج الحكومي. إن الوضعية الصحية المستقرة تدفعنا إلى المطالبة بالمزيد من اليقظة، مع ضرورة التقيد بها وتكثيف الزيارات التفتيشية للوحدات الصناعية والضيعات الفلاحية والمراكز التجارية، وعند الاقتضاء ترتيب الجزاءات التأديبية والقضائية لكل المخالفات التي تهدد صحة وحياة العاملين ومخالطيهم. لقد جاء إعلان الحكومة عن تبني خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات الدولية وتبحث في الآليات التي سيتم تعبئتها لضمان توفير التمويلات اللازمة للمقاولات، وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل استئناف أنشطتها، مع التفكير في توظيف الاستثمار العمومي لإنشاء الاقتصاد الوطني لدعم أنشطتها لدعم الإنتاج والاستهلاك المحليين وتقوية فرص الشغل ومعالجة التأخر الحاصل في بعض المناطق على مستوى البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية. هذا مع مضاعفة الجهود لجلب الاستثمارات الدولية وإعادة النظر في البنية الصناعية والإنتاجية المغربية. وهنا ندعو إلى الدفع قوياً بالمبادرة الملكية انطلاقة لدعم وتمويل الشركات الموجهة للشباب، واعتماد تدابير وقرارات ظرفية واستثنائية من أجل دعم الإنعاش الاقتصادي الوطني وتيسير ولوج الأسر والمقاولات والتجار والمهنيين والحرفيين إلى تمويلات بنكية بشروط ميسرة وبفوائد تفضيلية استثنائية. وندعو الحكومة إلى أن تكون طرفاً ثالثاً فاعلاً في هذه العلاقة، ضامناً للمقاولات ووسيطاً ضاغطاً في مواجهة الأبناك لصالح المواطنين والمقاولات، وتنزيل ما أقرته في هذا المشروع باعتبارها ضامناً لإنقاذ المقاولة الوطنية من الضياع. ونشيد بما أقرته الحكومة بشأن الاستمرارية لتحقيق الأولويات التي جاءت في القانون المعدل وكذلك قانون المالية 2020 من دعم للسياسات الاجتماعية ومواصلة الاستثمار في مجموعة من القطاعات.
السيد الوزير، إذا كان ورش الإصلاح الضريبي ركنا ركينا في برنامج هذه الحكومة فندعوكم إلى الإصرار على متابعته، ولكن في اتجاه تخفيف العبء الضريبي على المقاولات الوطنية وتوسيع القاعدة الضريبية ودفع الجميع إلى أن يساهم في التضامن الوطني كل على قدر استطاعته إلى غاية تجاوز تداعيات هذه الجائحة، كما ينبغي استثمار الإمكانيات والفرص الجبائية المتاحة على مستوى الجماعات الترابية بالتوسيط وتخفيض عدد الضرائب والرسوم وتخفيض العبء الضريبي الإداري دون المردودية الثابتة، مع مراجعة منظومة التحفيزات الجبائية والعقارية والدعم المالي العمومي وتوجيهها نحو الاقتصاد الحقيقي والاستثمار المثمر والمنتج والتصنيع المحلي. وبالرجوع للمشروع المعروض علينا، نقول بأن المرتكزات التي استند عليها تعكس حجية وصدقية المبادرات الحكومية لإنقاذ الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطن بعد أن كانت في الموعد بحرصها على المحافظة على حياته وصحته، حتى اعتمدت حيث اعتمدت على منهجية مقسمة على مرحلتين: تقوية صمود الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل ومواكبة القطاعات المتضررة لاستئناف النشاط الاقتصادي. لخصت إجراءاته ولخصت في 3 محاور رئيسية: مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص، تغيير سلوكنا الاستهلاكي ودعم المنتوج الوطني وتشجيع علامة صنع بالمغرب، ونتمن ما جاء به المشروع والتي تم التصويت عليه بالرفع من التعرفة الجمركية من 30 إلى 40% على مجموع المنتوجات المستوردة، كما نتمن تفعيل هذا المشروع لمبدئية الأفضلية الوطنية بالنسبة للمقاولات الوطنية والمواد والمنتوجات المغربية المنشأ في إطار صفقات العمومية. وهنا نكرر دعوتنا بمراجعة سلة حاجيات من وارداتنا وتعبئة مجهودات المواطنين والدولة على حد سواء، بداية بتغيير سلوكنا جميعا مواطنين ومؤسسات بإعطاء الأفضلية للمنتوجات الوطنية. إن إنتاج وتصنيع العديد من المنتجات المستوردة من الخارج، حيث أظهرت العبقرية المغربية والكفاءات المغربية خلال هذه الجائحة على قدرة فائقة في الخلق والابتكار، ولكن هناك قطاعات يلاحظ عليها أنها تلجأ أكثر إلى الاستيراد منها إلى التصنيع، ومنها القطاع الصيدلي الذي حسب التقرير الأخير لمجلس المنافسة انخفض تغطيته للحاجيات الوطنية من 80% إلى 60%، وكذلك عدم صرف الميزانية المخصصة للصيدلية المركزية في إطار الصفقات العمومية والتي كان رخصنا لها 2.5 مليار ولم يصرف منها خلال 3 سنوات الأخيرة إلا 1 مليار. وكذلك صناعة المعدات الطبية والتكنولوجيا الحديثة وسرعة تكييف الصناعات الأساسية كصناعة النسيج مثلا مع حاجيات السوق الوطنية والعالمية من الكمامات الوقائية. وفي هذا السياق نذكر بالضرر الذي طال القطاع السياحي والمقاولات المرتبطة به، حيث بات من الضروري مراجعة استراتيجيات الحكومة لتطوير هذا القطاع، خاصة وأنه يشكل قاطرة لأنشطة مهنية وتجارية عديدة، بداية بالصناعة التقليدية والمقاهي والمطاعم والمعارض والنقل السياحي وغيرها من المهن المرتبطة بهذا القطاع. فيما يتعلق بالأمن الغذائي ومراجعة خريطة المحاصيل الزراعية، نقول كلمة واحدة: الحمد لله المغرب حقق من خلال المغرب الأخضر وفرة في مجموعة من المواد منها الخضروات والفواكه، بالرغم من أنها تستهلك الكثير من الماء، والمغرب يعرف مشكلا هيكليا في الماء، فنحن نصدر بذلك الماء في ظل الندرة. ولكن فيما يتعلق بالحبوب هناك مشكل، بحيث أننا نستورد من 20 إلى 60 مليون قطار سنوياً من احتياجاتنا من الخارج، وكذلك 50% من السكر وأزيد من 90% من الزيوت، ولهذا يفرض علينا مراجعة مخططات الحكومة بهذا الشأن والتفكير في تعبئة 1 مليون هكتار من الأراضي البورية بالتقنيات الملائمة لزراعة الحبوب، مع تعبئة المياه الضرورية ومواكبة بعمليات السقي بالتقنيات المتوفرة. أيضاً جاء مشروع القانون بتسريع الإصلاحات الإدارية وتقوية التوجه الاجتماعي عبره. أولاً خلق قاعدة معطيات بيانات متطورة لاستهداف وضمان التقائية البرامج الاجتماعية للدولة. ثانياً
التنويه بالنتائج المحققة في القطاع الصحي وضرورة تعبئة الإمكانيات المتوفرة لتحسين العرض الصحي. فكما ذكرنا المغرب الحمد لله تمكن من ضبط والتحكم في الوضع الوبائي، ولكن لدينا ثلاث ملاحظات فيما يتعلق بهذا المجال. أولا تقوية ودعم المنظومة الصحية. سيد الوزير، 2 مليار لا يمكن أن تكون الشجرة التي تغطي الغابة، فيجب تأهيل القطاع الصحي مع تحفيز وتعزيز الموارد البشرية العاملة في هذه المنظومة بالرفع من مردوديتها ومضاعفة أعدادها. والمهنيون يتساءلون هنا هل من إجراءات في هذا الشأن. ثانيا الصفقات التفاوضية كانت متفهمة خلال الأزمة، ولكن اليوم يجب أن تقف ونعود إلى الوضع العادي لإعطاء الصفقات، لأن هناك بعض الصفقات سابقة على كورونا استوفت كل المساطر ولكنها أوقفت لصالح صفقات تفاوضية. ثم يجب أن نؤهل جميع المؤسسات الصحية وليست فقط المراكز الشفائية الجامعية وهي ضرورية، ولكن أيضا يجب المؤسسات الأخرى ويجب تجهيزها في إطار توازن الخارطة أو خارطة الصحية. ثالثا التغطية الاجتماعية، وهنا سيد الوزير لدينا وقفة فيما يتعلق بهذه التغطية الاجتماعية. المغرب الحمد لله يعني هذه الجائحة أبانت على أننا ممكن أن نصرف للعديد من الفئات، ولكن الذي تبين بأن هناك هشاشة اجتماعية مرتفعة حوالي أو يزيد عن 20 مليون سواء من الذين تلقوا عبر السينيسيس أو الرميد أو للقطاع الغير مهيكل. ونذكر السيد الوزير هنا بحديثين رئيسيين فيما يتعلق بالتغطية الصحية. الأول هو سنة 2005 حيث ترأس صاحب الجلالة شخصيا هذين الحدثين، الأول بالقصر الملكي بأكادير للتوقيع على ميثاق تفعيل مدونة التغطية الصحية بتاريخ 4 يناير 2005 من طرف الوزير الأول والنقابات الأكثر تمثيلية والسجوان. والثاني ترأسه صاحب الجلالة بالقصر الملكي بالدار البيضاء شهر مارس 2012 لانطلاق عملية تعميم الرميد على 10 ملايين من المغاربة. الثالث هو الرسالة الملكية التي وجهها يوم 7 أبريل 2019 بمناسبة تخليد منظمة العالمية للصحة لليوم العالمي للصحة، وكانت هنا بالمغرب، وكانت من بين فقراتها التي ألح عليها صاحب الجلالة حفظه الله وهي التغطية الصحية الشاملة. تعميم التغطية الصحية للمهن الحرة والمستقلين سيد الوزير، الحكومة قامت بالتصويت على يعني عرض على البرلمان قانونين 1598 و1599، وكذلك قانون التغطية الصحية للوالدين الذي لا زال قابعا في الغرفة الثانية، وكذلك التغطية الصحية للطلبة. ولكن هذا المشروع صار له 7 سنوات ولا زال تفعيله يعرف العديد من المشاكل، بحيث أمضى 3 سنوات داخل الحكومة، 2 سنوات داخل البرلمان، و2 سنوات بعد يعني وضعهم في الجريدة الرسمية، وأصدرت الحكومة جميع النصوص التنظيمية، ولكن لحد الآن فقط 3 فئات التي استفادت. وهذه فرصة سيد الوزير. هذا القطاع الغير مهيكل هناك مجموعة من الآليات إلى بغينا نهيكل هذا القطاع، ومنها القروض ومنها الدعم، ولكن وخاصة التغطية الاجتماعية، لأنه غير مفهوم هذا النظام، فيه خلل ويجب أن نتداركه، لأن الكنوبس كتعطي 5% وكاين لابار باترونال، السينيسيس بالنسبة للأجراء حتى هي كيخلص فقط الثلث والثلثين كيخلصوا رب العمل، دائما كاين لابار باترونال، أما هذا النظام ما كاينش هذا لابار باترونال. وغير نعطيكم فكرة بالنسبة للكنوبس، سميك كيدير 70 درهم حتى ل 500 درهم، 500 درهم كيخلصها حتى مدير المؤسسة العمومية اللي يمكن يتقاضى 50 مليون في الشهر، كيخلص 500 درهم. وهذا النظام ديال التغطية المهن الحرة اللي مطالبين به ما بين 1300 بعض الفئات ما بين 1300 درهم حتى 2300 درهم. معقول سيد الوزير؟ إلا كانت تكلموا على التضامن ونجمعوا على الأقل يضمنوا هذا الصندوق بيناتهم في جميع المسائل بما في ذلك الأنظمة المتوفرة، ونفس الشيء بالنسبة للتقاعد. وبالتالي إلا بغينا فعلا نوصلوا لهذاك الهدف اللي سطرتوه في البرنامج الحكومي اللي هو التغطية ديال 90% من المغاربة، وخفض هذوك النفقات المباشرة للصحة من 62% إلى 25% كما تنص على ذلك المنظمة العالمية للصحة، فيجب
أن يكون واحد الإشارة قوية لهذا المشروع. احنا كنا بصدد تقديم واحد التعديل بإحداث حساب خصوصي لهذا المسألة، ولكن نظرا لأن هذا قانون تعديلي ربما غادي نشوفه في القانون المالية 2021، ولكن الأساس وهو أن الحكومة يجب أن تفكر في هذا يعني ما يسمى بالبار باترونال، ويجب أن نوسع هذه القاعدة للتعويضات العائلية والزمانة للمهن الحرة والمستفيدين، لأنهم هذا يعني عشرات المليون اللي هم التجار والصناع التقليديين والفلاحين الحرفيين، كنتكلموا على الكوافر والكهربائيين البلومبي السائق المهنيين الأطباء الصيادلة موثقين إلى آخره. فهذا يجب تسريع بالإضافة إلى هذه التغطية الصحية، تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد للوجود، وهذا أصبح ضرورة ملحة ومستعجلة اليوم لمواجهة تداعيات الجائحة، وليس بعد سنتين أو ثلاث سنوات. إذا كانت تكلموا على إجراءات استثنائية خصها تكون استثنائية، نحن نشتغل وكأننا في ظروف عادية، ولا ونحن عاد غادي نشوفوا هذا النظام وغادي نديروا له. احنا الآن مشروع القانون معروض على مجلس النواب، سنصادق عليه إن شاء الله في أقرب الأجل، ولكن على الحكومة أن تقوم بأدوارها. علاش غادي نستناو عامين ولا ثلاث سنين؟ علاش؟ لأن ربما كاين حسابات سياسية ضيقة. فهذا ندعو من هذا المنبر تجاوز جميع النقاشات السياسوية بشأن توظيف هذا المشروع الوطني الكبير الذي نادى به صاحب الجلالة الملك حفظه الله صراحة سنة 2018، بل وطالب بالإسراع بإخراجه، ونقولها بأن مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، ولن يحتمل أي واحد منا أي تأخير وبأية مبررات، فالهدف هو كرامة المواطن والمواطنين وليس استحقاقات انتخابية حالية. وعليه نقول بأن الفرصة باتت مواتية لإزالة كل غبش بشأن التوجه الاجتماعي لهذه الحكومة، والدليل على ذلك ما تضمنه المشروع المعروض علينا من معطيات، فرغم الإكراهات انخفاض معدل النمو وتراجع الطلب الدولي على المنتجات المغربية نتيجة موجة الكساد العالمي غير مسبوقة، فإن الحكومة المغربية وضعت أول أولوياتها حماية القدرة الشرائية للمواطن وإنقاذ المقاولة الوطنية والحفاظ على مناصب الشغل، ويتبين ذلك ومنذ بداية هذه الولاية وعكسته أربعة قوانين مالية وتقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي. وبهذا الصدد ندعو المواطنين المغاربة إلى تبين صحة ما يروج لهم من أخبار كاذبة، وبكل الوسائل كتلك التي قالت بأن الحكومة قد ألغت التوظيف بالقطاع العام نهائيا، وأن سنة 2021 بها صفر منصب. نرد بأن هذه السنة ستعرف أكبر عدد من مناصب الشغل بالقطاع العام رغم تداعيات الجائحة، وطبعا هناك قطاعات لتعرف خصاصا كبيرا، هذه التي سيوجه لها هذا الدعم فيما يتعلق بالموارد البشرية. وإذا كان البعض يعتبر مجموع هذه الإجراءات هينة، فإنها تكرس التدبير الأمثل لإمكانياتنا الظرفية، وحيث سيكون لهذا المشروع ما بعده كما أن لهذه الجائحة ما بعدها، فالامتحان لا زال قائما، ومسؤوليتنا في السهر على الحفاظ على توازن المالية مالية الدولة بموجب الفصل 77 من الدستور واجب مشترك بين الحكومة والبرلمان، وسنجتاز هذا الامتحان وسنتفوق فيه بإذن الله، ولن يخرج من رحم هذه الأزمة إلا منحا تضع المغاربة أمام حقيقة واحدة، هي ضرورة الاعتماد على إمكانياتها والإيمان بقدراتها الذاتية لبناء غد أفضل قوامه التضامن والتكافل والبحث والابتكار وتطوير القدرات للانخراط الجماعي من أجل مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل. وإذ نشكر الحكومة على مجهوداتها لإعادة المغاربة العالقين بالعديد من الدول، وننوه بقرار القاضي بالسماح بالوجوج الترابي ابتداء من يوم الأربعاء 15 يوليوز بالنسبة للمواطنين المغاربة كيفما كانت وضعيتهم، وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب والمتواجدين بالخارج سبب من الأسباب، وكذا عائلتهم. ندعو إلى توسيع هذا الإجراء خلال العطلة الصيف مع التخفيف من بعض الإجراءات المفروضة. فرضوا سيد الوزير واحد جوج ديال التحليلات، واحد التحليلات زعما علميا ما تبتاش بأنها صالحة، كاين هذاك التحليلات تاع لابي سي ار هذه المعمول بها، ولكن ديك تاع السيرولوجي زعما ما كاينلاش. اولا كتطلب الوقت، ثانيا غاليه جدا، ثالثا واحد راه بروغرامي هذاك الاخر ديالو كديرو 10 ايام غير في التحليله وكتجيبو لهنا عاوتاني، فلكن ممكن على الاقل الاحتفاظ بتحليلات واحده، هذا ربما يكون افضل وايسر للمغاربه بالخارج وكذلك للعالقين. على الصعيد الدولي
القضية الفلسطينية تعرف هذه الأخيرة تطورات خطيرة ومتسارعة باستغلال الكيان الصهيوني انشغال العالم بجائحة كورونا لتوسيع استيطانه وضم الأراضي الفلسطينية من الضفة الغربية والجولان السوري وتهويد القدس وحصار غزة. أمام تفرج العالم وتواطئه وتشرذم العالم العربي والإسلامي، المغرب ملكاً وشعباً يساند إخوانه في فلسطين على الدوام ويدين التوسع الاستيطاني للكيان الصهيوني ويدعو أحرار العالم وشرفائه إلى مناهضة نظام الأبرتايد الصهيوني وإلى مناصرة الشعب الفلسطيني الأعزل لإقامة دولته وعاصمته القدس الشريف. على الصعيد الإفريقي لقد أبانت هذه الجائحة على تفرد النموذج المغربي وحكمة قيادته، خاصة القرارات الملكية السامية لصاحب الجلالة حفظه الله بانفتاح المغرب على أشقائه الأفارقة، حيث أمر بإرسال مساعدات وآليات طبية مصنعة في المغرب من طرف مقاولات مغربية وبجودة عالية ومطابقة للمعايير الدولية للعديد من البلدان الإفريقية الصديقة والشقيقة للتصدي لجائحة كورونا والتخفيف من وطأتها، وهو ما يعكس الرؤية المتبصرة والإنسانية لصاحب الجلالة بتجسيد التضامن الإفريقي الذي دعا إليه مرات عديدة وجسده على أرض الواقع بمبادرات فعلية. وقبل أن نختم مداخلتنا هذه، لا بد من أن ننوه بتجاوب الحكومة مع تعديلات الأغلبية والمعارضة حوالي 75 تعديل الذي عرض، وأن نذكر بأهم التعديلات التي قبلت أو التي قابلت بها. أولاً، حذف الخصم الضريبي المدفوع للتبرعات المدفوعة لصندوق الجائحة كوفيد. هذا وفر لهذا الصندوق، وفر للحكومة حوالي 4 مليارات درهم لكي تدعم القدرة الشرائية والدعم الاجتماعي والمقاولة وكذلك استتباب مناصب الشغل. ثانيا، تمديد التخفيض من الرسوم التسجيل ليشمل الأراضي المخصصة، كانت في الأول فقط السكن وتم توسيعها أيضا إلى العقارات المعدل للسكن أو للسكنة، بتخفيض 50% من هذا الرسم التسجيل إلى غاية نهاية دجنبر 2020، وكذلك بالنسبة للرفع للسقف من 1 مليون درهم اللي جاب به المشروع إلى 2.5 مليون درهم قيمة العقار. ثالثا، المساهمة الإبرائية لعوارض الشيكات غير المؤدات من فاتح يناير إلى نشر القانون المالي وتطبيق نسبة فقط 1.5% بدل 5% و10% و20%. رابعا، تمديد الأجل للسكن الاقتصادي بالنسبة للمشاريع الحاصلة على رخصة البناء قبل 20 مارس ولبرامج الاستثمار لسنة أخرى بعد التوقف خلال هذه الجائحة. ولكل هذه الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية المعدل، هذا لدعم الشرائح الاجتماعية وللحفاظ على مناصب الشغل ولدعم صمود المقاولة وإعادة الدينامية للاقتصاد الوطني، سنصوت في فريق العدالة والتنمية والأغلبية بالإيجاب على مشروع قانون المالية المعدل 35-20. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.